منك اللهم نبدا على بركته نتوسكل منه دائما وابدا. طلب السداد والتوفيق والنجاح ايها المتابعون ايها المستمعون الكرام الافاضل. اعلنت شارات التحدي من جديد واطلقت صافرات التحدي من جديد لتعلن هذه الانطلاقه المميزه من هنا من على ارضيه عاصمه الميادين من هنا من ميدان الوثبة وانطلاقة الشوط العاشر الذي يحمل في كشوفاته الحقائق البكار. مقدمة الشوط الصدارة أتابع على المقدمة هنا أوتار على الصدارة لهوم بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع على المقدمة بينما ثاني التحديات أتابع مزنه على المركز الثاني في هذه اللحظات راشد بن حمد بن سالم الدرعي بينما رابعا أتابع شواهين على المركز الثالث عفوا محمد بن سويدان بن عبيد العامري ورابعا أتابع شعار العمالة وصلت في هذه اللحظات لتنطلق هنا بشعار سالم بن حمد بن علي البطين المري وصلوا أبناء عجايب ولكن خامسا أتابع مبلشة على المركز الخامس محمد بن محمود بن صالح السهلي. هذه الأسماء وهذه المراكز الخمس المتقدمة المتواجدة في عالم النداء ليعود من جديد إلى مقدمة الشوط. أتابع مزنة 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 هل تمزانك يا الدرعي مع مزنة في هذا الشوط تنطلق بشعار راشد بن حمد بن سالم الدرعي بينما ثانيا أتابع شواهين ولكن التسلل هنا من شعار البريدي. الله الله وصلت ملامح جابر بن جار الله بن علي البريدي المري وصلوا أبناء الشحانية بينما أتابع ثالثا وصول الشايبة أحمد بن سهيل الصغير العامري ورابعا أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات الوصول من اشتعال علي بن مبخوت بن عفش المنهالي وخامسا أتابع الاسم القادم غزوين راشد بن محمد بن سعيد آل حنيتم المري الكيلو متر الأخير الكيلو متر الخطير وانطلاقة الشايبة 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 أحمد بن سهيل بصغير العامري ولكن ثاني المراكز أتابع في هذه اللحظات المنطلقة في هذه الأثناء على مستوى ثاني التحديات انطلاقة أمواج حمد بن سعيد بن عامر الحجري على المركز الأول. نعم انطلق الحجري ليقدم لنا أمواج أمواج أمواج. الله هذا الوصول وصلت غارة شن الغارة شن الغارة يا الصواط. الله 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 شن الغارة الصواط على أهل الحقائق الابكار. انطلقت غارة تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط الاعتابي يا ابن الطايف عروس المصايف دائما ما يتواجدون مع المحافل الكبيرة غار بهذا الشكل الجميل غار بهذا الأداء الكبير غار 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 تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط. سلام 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 عليكم يا أبناء الطايف هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا وناموس. المركز الثاني وصلت الشايبة أحمد بن سهيل الصغير العامري وثالثا وصلت نجوى صالح بن محمد بن نصرة العامري بينما رابعا وصلت هنالك أمواج حمد بن سعيد بن عامر الحجري وخامسا كان الوصول والانطلاق مع خامس التحديات فتنة حمد بن جار الله بن علي البريدي المري. اللحظات
وصول غارة وانتزاع يا لناموس. هذا الشوط التركي من حافظ الله بن غلام. أصوات العتيبي 4:29، 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. سلام الطائف، سلام على الانتصار. المركز الثاني الشايبي إذن ثانيا أحمد بن سهيل بالصغير العامري، قدمت الأداء الكبير والتوقيت الزمني 4:30 4 أجزاء من الثانية، بينما ثالثا كان الوصول وكان الانطلاق هنالك مع نجوى على ثالث المراكز صالح بن محمد بن نصرة العامري، والتوقيت الزمني 4:31 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لك يا بن نصرة.